عادت مولودية وهران بالذات كاملا من سيدي بالعباس بالنتيجة والأداء وبخماسية كاملة لإثنين في ديربي الغرب الذي كان وفيا واستقطب أكثر من 40,000 مناصر. بداية الأفراح صنع زملاء القائد نتاج بغرف تبديل الملابس وسط فرحة هستيرية، فلم يكن أمام رئيس الفريق إلا الرضوخ لرغبة أبنائه واعدا إياهم بمنحة ضبط قيمتها اللاعبين. وبالمقابل ظهر أصحاب الأرض كالجزت بدون روح فوق الميدان مستسلمين لقوة وسط الحمراوي الذي صنع الفارق ولدغ الحارس غول في 5 مناسبات. فوز هام أرجعوا أبناء بوعكاز للعمل الجماعي والخطة التكتيكية المحكمة، وهذا ما أكده كل من الحارس نطيش ومنصوري في ميكروفون البهية الذي تابعت الدربي منذ بدايته إلى نهايته. نطيش اليوم فوز هام وست نقاط ثمينة من اتحاد بالعباس بخماسية، تأكد باللي المولودية راها في صحوة جيدة. الحمد لله اليوم أكدنا النتائج اللي رانا نحقوا فيها سورتو خارج الديار. اليوم اللقاء كان صح صعيب مالغري فزنا ب5 أهداف مقابل 2، مي ثبتنا القوة تاعنا خارج الديار وخلينا نطمحوا أكثر فاش نلعبوا على اللقب حتى لآخر دقيقة. يا سيفري ماشي باش تنافس أصحاب المقدمة، مي حنا ما نقطعوش الياس ونلعبوا حتى الدقيقة الأخيرة باش نجيبوا المبتغى تاعنا ونفرحوا الأنصار اللي طالع عليهم هذا التتويج. إن شاء الله بوركوا با هذا العام يكون الفرحة تاعنا إن شاء الله. إن شاء الله. غربي نظن اليوم مفتاح المباراة كان في وسط الميدان، نجحتوا في كسب هذه المنطقة وتمكنتم من تسجيل 5 أهداف كاملة. أكيد الحمد لله يا ربي، باسكو حنا توت لا سيمان كنا نخمو باسكو هما عندهم ميليو تيران مليح، وين شفناهم مقابلة تاع اتحاد العاصمة هو اللي دار الفارق، وحنا الحمد لله يا ربي اسينا باش في وسط الميدان نتفوقوا عليهم، وين كانت لعبنا آلاز، وين الحمد لله يا ربي لي 3 بوان اليوم عاونونا بزاف، ماشي النتيجة هي كيما لي 3 بوان باسكو باش نقعدوا في البوديوم، باش إن شاء الله نروحوا ماتش بار ماتش إن شاء الله باش نحققوا المبتغى إن شاء الله. منصوري زكريا، فوز من اتحاد بالعباس بخماسية تأكد باللي المولودية راها قوية وخاصة الهدف الجميل تاعك الهدف الثاني. الحمد لله يا ربي كان فوز ما كانش ساهل كما نقول لك، احنا استغلينا الفرص باسكو كانوا هما كانوا يلعبوا مليح وحنا كانوا عندنا فرص استغليناهم يسجلنا اهداف، والحمد لله يا ربي مازال لي ماتش قدام ان شاء الله نخدموا، وين رانا دوك رانا في بوديوم رانا دوزيام بلاص ورانا نطمحوا ان شاء الله الحاجه بعيده ان شاء الله. زكريا اليوم متاكد باللي رساله باللي زكريا مازال زكريا. الحمد لله يا ربي وين ربي وفقني وين ماركي الزوج، وانا راني نولي النيفو تاعي وان شاء الله فيها خير. ماشي اليوم فوز امام اتحاد بالعباس ما كانش بالامر سهل، لكن نتيجه 5 تاكد باللي المولوديه راها في صحه جيده. لا لكل حال الحمد لله اليوم فزنا باداء ونتيجه ضد فريق قوي، عاد بنتيجه من اتحاد العاصمه كان بالمعنويات جدا مرتفعه. احنا ثاني فزنا من المقابله اللي فاتت بصعوبه امام دفاع تجنات، لكن اللاعبين طيله الاسبوع حضروا كما ينبغي لهذا اللقاء، كانت في ديترميناسيون من عند اللاعبين مع الاداره، كل الناس كانوا متجمدين هذه المقابله هذه، خاصه بعد ما عرفنا باللقاء تاع الامس وين انهزام اتحاد فريق شباب قسنطينه، وكانت عندنا اوكازيون شفنا لي طابلو كاين اوكازيون اليوم باش نديروا نتيجه. الحمد لله اليوم اللاعبين كانوا فوق الميدان كانوا رجاله، سي لو مو اللي تكلمنا عليه اليوم مقابله تاع رجوله، شفنا كيفاش طيله الاسبوع التحضير تاعنا طيله الاسبوع واش كان صاري بين الجماهير تاعنا تاع اتحاد بالعباس، لكن الفائز اكبر نتمنى باش نروحوا الرياضيه في المستقبل، لان هاي المقابله لعبناها وانتهت تفزنا فيها وين راه الامر ما كان حتى مشكل. حنا المهم عندنا مازال عندنا مقابلات صعيبه تستنى فينا، نحضروا ونسوا المقابله هذه اليوم ونحضروا كما ينبغي اللقاءات اللي جايه والاصعب اللي راهو اللي جاي، ونتمنى ان شاء الله تكون الاستفاقه تاعنا في الثاني ماهيش استفاقه، مي نقول نواصلوا العمل تاعنا ونعملوا ونواصلوا النتائج الايجابيه اللي حسدناها طيله مرحله العوده. عندنا بلوس دو 7 ماتش والفريق راهو يلونشان دي ريزولتا بوزيتيف سوا دوميسيو ا ليكستيريور اون فواياج تري بيان الحمد لله، جيسبيغ سافا كونتينيي المستقبل، ونتمنى باللي رانا زهينا وفرحنا الجمهور تاعنا تاع مولوديه وهران. شفنا خاصه وتكلمنا مع اللاعبين لما شفنا الجمهور تاعنا في الشوط الثاني ما كانش، دخلنا عنه الميدان ورينا لهم الجهه تاع الجمهور تاعنا كانت فارغه، قلنا لهم اليوم الشوط الثاني يكون هذا الجمهور تاعنا اللي غادر الميدان ورانا هنا في الميدان ان شاء الله باش نفرحهم، وكانت هذا الكلام هذا محفز اللاعبين تاعنا، والحمد لله عدنا من نتيجه ونساو المقابله هذه اليوم، وان شاء الله نتمنوا المقابله الجايه تكون احسن ان شاء الله.
باسم رئيس اتحاد بلعباس، اليوم نظن نخرج على المقابلة. اليوم بالنسبة للقضية تاع ست نقاط، أين وصلت القضية هذه تاع ست نقاط؟ يا أولا قبل كل شيء أنني مولودية طهران عن الفوز تاع هذا اللي كان في الحقيقة منطقي، بما أنهم لعبوا كرة جميلة وكانوا سيطروا على المقابلة بالطول والعرض، واليوم الفريق تاعنا ما كانش في نهاره. وهذه هي كرة القدم، فيها خسارة فيها الربح. احنا ثاني ربحنا في الاتحاد في العاصمة وزينا خسرنا هنايا، لازم تكون عندنا ثقافة تقبل الخسارة كما نتقبلوا الفوز. بالنسبة للسؤال تاعك، قضية ست نقاط رانا في اتصالات دائمة مع الفيدرالية الدولية، وان شاء الله رانا على حسب المستجدات رانا ان شاء الله نتمنوا به تحل عن قريب. سي بالقاسم، بالنسبة للقرار الأخير تاع المكتب الفيدرالي باش تلعبوا البطولة العربية، كيف تلقيتوا هذا القرار؟ احنا كنا رحبنا بهذا القرار بما أن يعود لنا بحقنا هذا، بما أننا احتلينا مرتبة الرابعة السنة الماضية. نظن أنا باللي من حقنا به نلعبوا البطولة العربية، وإن شاء الله احنا نتمنوا به إن شاء الله نلعبوها ونحسنوا ونمثلوا البلاد تاعنا أحسن تمثيل، وخاصة المنطقة الغربية إن شاء الله. سي بالقاسم، يعني الغرب كما قلت راه في شحال ما جابش يعني منافسة قارية، اليوم يعني اتحاد بلعباس يعني بالأداء تاعه الجميل والشبة اللي عنده لا يستاهل باش يلعب هذا الدورة. انتم راكم حاضرين نفوسكم، يعني كي تشوف هذا الأمر هذا لازم نشرفوا الألوان تاع اتحاد بلعباس في هذا المحفل الدولي. إن شاء الله احنا البطولة العربية ما يخفاكمش باللي راح تلعب حتى شهر جويلية. تكون المقابلة، تكون البطولة انتهت، ثم غادي يكون فيها تحضيرات أخرى، ويكون فيها إن شاء الله يكون فيها المستهلين غادي يكونوا كاع في رحبة، ونشوفوا الهدف تاعنا في هذه البطولة العربية لا هو المشاركة ولا نروحوا بعيد فيها ولا، وإن شاء الله يكونوا عندنا شبان وعندنا لاعبين وعندنا ثاني نزيدوا ندعموا الفريق تاعنا، ما غاديش نخلوه كيما هكا. البطولة العربية تتطلب إمكانيات فردية ولازم نكونوا في حسن الظن إن شاء الله. سي بالقاسم، كيف هي احوال الاتحاد من الناحيه الماليه، من ناحيه التسيير؟ من الناحيه الماليه انا كنت قلتها وكررتها ودائما نعاودها، من الناحيه الماليه راك تشوف احنا ما عندناش شركه ولا اللي راها قابضه الفريق هذا، ولا ما عندنا لا سبونسور ولا من غير سبونسور تاع الدوله اللي كاع الناس تدي من عنده. احنا ما عندناش، عندنا رجل اعمال اللي هو معروف الحاج حسناوي عكاشه اللي هو راه يساعد في الفريق ويدعم فيه. الميزانيه تاع الدوله راك تشوف الميزانيه تاع الدوله شويه قليله، وما يخفاكمش باللي عندنا لا ماس سالاريال مونسيال سي 30 مليون دو دينار، 3 ملاير. دونك 3 ملاير كي ديرها على هذه غير لا ماس سالاريال طلع لك في قريب 35 مليار زياده على هذه المصاريف الاخرى. الفريق ينجم يدور ب 50 مليار دوك البلديه اللي نشكرهم والولايه اللي مشكورين كي يعطوك في العام ينجموا كاع بيناتهم ينجم يعطوك 12 15 مليار، وال 25 مليار الاخرى منين تجي؟ دونك المشكله هذه، ومع الفريق ثاني راه في ديون، والديون هذه ماشي احنا اللي كنا السبب فيها ولا الناس كانوا قدامنا هما تسبوا بها الديون. دونك لو بروبليم هنايا كي سوبوز هي او نيفو دي ديت. نهار اللي يسلك الفريق ما نقعدوش نديروا هذاك المثل هذاك تاع اللي يقول لك المدخول الخماسي والمخروج السداسي. تكون كي يكون فيه السير عقلاني وكل واحد يتمشى على حسب الامكانيات تاعه، نظن انها تكون فيه نتائج ويكون. وانا نتمنوا المناصرين هذو سورتو تاعنا مناصرين نقول لهم المقابله كما تاعنا تاع اليوم تاع مولوديه وهران ما هي الا مقابله ما بين جيران، وكما خسرنا كما كنا نجموا نربحوا في وهران في زبانة كنا رابحين في الدقيقه التاليه عاد تعدلت النتيجه وربحنا واحد العام تما ثاني ربعه بثلاثه وما صرا والو. انا ما نظنش انا على هذا الشوشره وهذا الشيء هذا ما يخدم لا الاتحاد بلعباس لا مولوديه وهران ولا المناصرين. ولكن انا واش نقول؟ نقول باللي الرياضيين الحقيقيين والمناصرين الحقيقيين تاع بلعباس متبرئين من هذا الشيء، وحنا كاع ما نديرهمش. ورانا كررتها مرارا وتكرارا باللي احنا ولا المولوديه ولا وهران احنا خوت وما تفرقناش مقابله تاع كره القدم، هذه من المحال. سي بالقاسم، ونتمنى لك الخير والاتحاد بلعباس في المنافسه. مويز بوعكاز اليوم فوز بنتيجه 5، يعني نتيجه تاكد باللي المولوديه راها في صحيح في الطريق الصحيح، واليوم تكتيكيا مويز بوعكاز يربح المقابله.
والله المقابله ترجع قبل كل شيء، معناها كيما نقولوا لي جوار هما اللي قدموا اللي عليهم وكانوا منضبطين وكانوا بيان سور لو تيرا ولعبوا بذكاء. On a su profiter, comme on dit, des espaces ou de la pression qui est à l'USMBA. Ou qu'on a une bonne revanche déjà, parce que les dernières années, l'USMBA a eu plus de sabaqia à Bel Abbès à l'MCO. Donc, alhamdoulilah, je pense qu'on a fait une bonne performance, je dis excellente, à la fois que nous avons pu avec un peu plus de calme, nous avons pu avoir plus d'objectifs. Mais c'est très bien déjà les اهداف هذوما اللي حاطينهم معناها تجعل كيما نقولوا الهجوم نتاعنا ينتعش ويؤمن بالحظوظ نتاعو ويؤمن زاد بالقوه نتاعو وان شاء الله معناها نكونتينيو هكذا قبل كل شيء معناها لو بروميير اوبجيكتيف احنا يلزمنا نجيبوا اسي دو بوين باش نبقاو في لا ليغون ومن بعد اون اسي معناها دانتيغري شاك فوا لي جون باش معناها اون تروف كيما نقولوا ان بون كونتينجون اللي يكون واجد ا بارتير دو لا سيزون بروشين ان شاء الله. معز اليوم رانا في الوصافه دوزيام بلاس يعني وحدنا نظن وحدنا ما مش عارف الترتيب هذا يزيد الضغط على الفريق وبيني وبينك معز بوعكاز هل المولوديه اليوم هذا الموسم تكون في البوديوم؟ مازالوا لا مازالوا مقابلات بالطبع كان نربحوا كلش اش باقي بالطبع اون سور لو بوديوم فهمتني ان شاء الله مي خاطر كاين ديزادفيرسير كاين ديزادفيرسير معناها نعرفوا الثوره اللي تجيب بزاف نقاط في بلادها نعرفوا قسنطينه جوست معناها امتي هكذا كرو اكتويلمون راهي باش ترجع زاد فوالا من بعد شفنا الامسيا ديمونستراسيون دو فورس البارح نعرفوا اليو اس مازادا الفارو بوندير خاطر عندهم ان كرون كونتينجون النهض راهي زاد لاحقه يا بوكو ديكيب Il reste 10 matchs, 10 matchs, 30 points, tout est possible. Avant tout, on reste toujours dans nos objectifs. On essaie de jouer, de se corriger, d'organiser pour que les jeunes, petit à petit, ils prennent la bouteille. Inch'Allah, Rabbi wafakna, Inch'Allah, c'est surtout le travail du Raïs al-Jamaïa, je ne sais pas. Haj Baba, اللي السمان اللي فاتت ممكن تقصوها السمان اللي فاتت واحد من اللي كوليج متاعكم جاء قال لي الرئيس راهو ديميسيونا كذب عليا فاهمين انا قلت له ما كانش منها فهمتني حتى نسمعها من عند الرئيس سوسون سيتري سي با بيان نحاولوا احنا اليد في اليد سيرتو جماعه وهران فهمتني ناقفوا مع الام سي او بوركوا با من بعد شويه مع لازمو il faut que le football في الريجيون هذيا وشو الكوتي نتاع الغرب الكل يدوا ايفولوي مي هذيا تضافر الجهود اليد مع اليد مش معناها كل واحد يبش ينجح شويه نكسروه سي دوماج ان توكا فيف كيما نقولوا لام سي او بور سيت سيزون وان شاء الله معناها لي جون نتاعنا ما يخيبوناش وكيما شفتوا معناها لي جوار ديكسبيريونس قاعدين يقوموا زاد بدور كبير بالاحاطه بهم ويعطيو زاد حتى في نتائج ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك.
تفاجأ موكب الفريق العائد من سيدي بلعباس بألاف الأنصار في مدخل مدينة وهران الذي احتفلوا مع الفريق مطولا بالألعاب النارية وسط فرحة كبيرة لأبناء البهية. السلام عليكم والسلام على كاع الجزائر. احنا ما فرجوش، احنا ولاد بلاد متربيين عليكم. ضرب لكم خمسة، هذا حملي ولا بارسا؟ اللي عادت له بارسا. آلي آلي حبل 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 حبل. احنا 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 جات بارادو ربحتكم، جات سياسي ربحتكم، جات ثورة ربحتكم، جينا احنا ربحنا درتو كيما هكا علاه. لا خاوة احنا 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 الله جيري كاع خوتنا، احنا الله جيري كاع خوتنا، ومرحبا بكم كاع في الديزناف. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي الخامسة، ان شاء الله الخامسة ان شاء الله يا ربي. خامسة ربحنا ربحنا 5-2 ربحنا 5-2. وفي الأخير نشيد بالروح الرياضية للكاتب بن عيسى زواوي وإدارة المكرة ولكل أعوان الأمن على المجهود المبذول من أجل إنجاح العرس الكروي. ومباشرة بعد العودة من مدينة سيدي بلعباس وفي مدخل الجنوبي لمدينة وهران وبالتحديد عن المنطقة الدوران البهية، تفاجأت قناة البهية بالأعداد الكبيرة لأنصار مولودية وهران الذين كانوا في انتظار اللاعبين، حافلة اللاعبين التي تأخرت لأسباب معلومة. ولكن الأدهى أن الأعداد كبيرة من الحمراء وخرجوا احتفالا بهذه النتيجة التي انتظروها منذ زمان، والتي تؤكد بأن الحمراء متعطشين كثيرا للألقاب وينتظرون بشغف متى يتحقق هذا الحلم ويكون للحمراء نصيب من التتويجات مع نهاية الموسم الكروي الحالي.